الأوضاع الصحيحة لجهاز تاكت. دلوقتي عشان نشوف الأوضاع الصح لازم نتجنب شوية حاجات هنشوفها مع بعض. رقم واحد، إن الجهاز ما يكونش شايف أو مغطي مساحة أكبر من اللازم زي ما احنا شايفين دلوقتي، لأن ده هيأثر على الاستخدام. هنعتبره زي الكاميرا، لما بنيجي نصور حاجة هل نعمل زوم ولا نقرب عشان نصورها؟ يفضل طبعا ان احنا نقرب، ساعتها يبقى لازم ان احنا نقرب جهاز تاكت عشان يغطي على قد مساحة العرض بتاعتنا، ما تكونش اكتر من اللازم لان ده هيأثر على الاستخدام. الوضع التاني معانا زي ان يكون الجهاز مش مغطي مساحة كاملة. طبعا احنا عرفنا في الاول ان هو لازم يكون جهاز تاكت مغطي قد مساحة العرض. دلوقتي زي ما احنا شايفين هو شايف جزء من الشاشة والجزء الاحمر ده اللي هو مش شايفه، وده معناه ان احنا مش هنقدر نتفاعل على الشاشة في الجزء الاحمر ده، هنقدر نكتب على نص الشاشة والنص التاني لا. الوضع الثالث معانا من الاوضاع الخاطئة ان احنا نحط بيها جهاز تاكت، هو ان يكون عمودي على مساحة العرض بتاعتي سواء كانت شاشة او بروجيكتور. يفضل ان الجهاز يكون جاي بزاوية 45 ومتوجه على منتصف الشاشة. عشان نتأكد ان هو بالوضع ده مظبوط، ان احنا بنشوف المساحة الخضراء بتاعتي مش شكل مستطيل ومظبوط مغطي المساحة الحمراء، على قد ما يكون شبه منحرف شوية عشان يعرف يكون جاي بزاوية. طب ليه بنعمل كده؟ علشان ان انا اقدر يكون شايف سن القلم بشكل احسن، ومنقدرش يكون في عائق ما بين الجهاز وما بين سن القلم بتاعه، وبالتالي يكتب معايا بسلاسة من غير تقطيع. دلوقتي بقى بعد ما شفنا كل الاوضاع الخاطئة اللي المفروض ما نحطش فيها تاكت، دلوقتي هنشوف الوضع المظبوط بالنسبة لنا. هو ان احنا زي ما اتفقنا يجي بزاوية 45 درجة، متوجه على منتصف الشاشة بتاعتي، مغطي كل مساحة العرض ومش اكبر من اللازم، كده هنضمن اداء امثل للاستخدام.